بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بهذا الرواق المبارك، الرواق الجاوي. قال: وعبر الأئمة عن الفقه هنا بالعلم وبالمعرفة، أشار بذلك إلى سؤال مشهور في تعريف الفقه، في تعريف الفقه، وهم أنهم عرفوا الفقه إما بالعلم وإما بالمعرفة، وذلك يقتضي أن التعبير عن الفقه بالعلم وعن بالعلم والمعرفة يواجه مشكلة، وهذا يحتاج منا إلى مقدمة نقرر فيها عدة حقائق، وهي أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقا للواقع وكان عن دليل سمي ذلك علما، كما يسمى ذلك معرفة. فالعلم هو الحكم بالشيء على الشيء على سبيل الجزم، بحيث يكون الحكم مطابقا للواقع وبحيث يكون الحكم مستند لدليل. ولذلك كنا في بداية الكلام قلنا إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل، لكن الإدراك هنا المراد به أن يكون إدراكا على صفة التصديق لا على صفة التصور. فالحكم بشيء على شيء، حكمنا على سبيل المثال على الوتر بأنه مندوب، أو حكمنا على سبيل المثال بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه لا إله غيره، وهذا الحكم هو حكم بالوجود على المولى الكريم سبحانه وتعالى، وبأنه لا إله إلا الله، هذا أيضا حكم، وهو جازم يعني قاطع لا شك ولا ريب ولا تزلزل فيه، ومطابق للواقع أي مطابق لما في نفس الأمر، مطابق للوجود الخارجي. وهذا الحكم نابع عن دليل قاطع بوجود المولى، ونابع عن دليل قاطع بوحدانية رب الأرض والسماء، وهذه الأدلة أدلة عقلية لا يقدح فيها احتمال عقلي. وقالوا يبقى العلم هو إيه؟ الحكم بشيء على شيء على سبيل الجزم، بحيث يكون مطابقا للواقع وبحيث يكون عن دليل، هذا هو العلم وهذه هي المعرفة. وإن كان الحكم بأمر على أمر على سبيل الجزم وكان مطابقا للواقع لكن لا عن دليل يكون تقليدا، يكون ايه؟ تقليد. ولو كان الحكم بأمر على أمر غير جازم هذا يكون ايه؟ لو كان للطرف الراجح يكون ظنا، ولو كان للطرف المرجوح يكون وهما، ولو كان
للمساوي مع مساويه يكون شكا. انتبهنا؟ يبقى لدي عدة مصطلحات نحن نقرر حقائق من أجل أن ندخل على صلب الاعتراض. انتبهوا يا أخوان، الكتاب ده كتاب عميق جدا ويحتاج إلى استيعاب، لأنه يعتبر مرحلة ما بين المبتدئين وما بين المتوسطين. بلك اقرأ بقى فيما قبله ورقات بشرح سيدنا الشيخ الإمام المحلي، بشرح ابن الفركاح، بشرح يعني تاج الدين الفزاري، بشرح ابن إمام الكاملية، ولكن هذا هو الذي ينقلك من المبتدئين إلى مرحلة المتوسطين إن استوعب وإن فهم فهما واضحا عميقا. يبقى الظن هو إدراك الطرف الراجح من الطرفين المحتملين كما سيأتي تعريفه بعد ذلك. والوهم إدراك الطرف المرجوح من المحتملين، والشك إدراك متساوي الطرفين، يعني 50 و50. طيب فهمنا كده. يبقى العلم، نرجع للعلم والمعرفة، يشترط فيه العلم في العلم حيث يكون علما، أو لكي يكون علما أن يكون من قبيل الحكم لا من قبيل التصورات. رقم 2 فيما نحن فيه أن يكون جازما، رقم 3 أن يكون مطابقا، رقم 4 أن يكون عن دليل. نعود إلى الفقه، عود على بدء الفقه، هل هو مضمون أم مقطوع به؟ إيش هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام. يبقى الفقه هو الحكم، وجوب غض البصر، سنية الوتر، ندب ركعتين، وهكذا. فالفقه هو الحكم. هذا الحكم هل هو مقطوع به أم هو مضمون؟ صاحب هذا الاعتراض يقول بأن الفقه من باب الظنون. ائتنا بالدليل لماذا كان الفقه من باب الظنون. قال لأن الفقه مستنبط ومستخرج ومستفاد من الأدلة الظنية، والمستفاد من الأدلة الظنية لا يكون إلا ظنا، لأني لا ينشأ اليقين من بطن الظن، لا يخرج اليقين من بطن الظن. فالفقه مستفاد من الأدلة الظنية، والمستفاد من الأدلة الظنية إنما يكون ظنا. المقدمة الأولى الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من الأدلة الظنية. كيف هذا؟ ده كلام طويل لكن هنشرحه لزاما علينا. الفقه استنبط من الأدلة التفصيلية. وما هي الأدلة التفصيلية؟ الكتاب، السنة، القياس، الإجماع، متفق عليه. استفيد من الأدلة المختلف فيها، والأدلة المختلف فيها بين الأئمة متعددة متنوعة. قول الصحابي، الاستصحاب، الاستحسان، المفاسد والمضار، وهكذا. معك الكثير في هذا. إن استفيد من المختلف فيه فهو لا يفيد إلا الظن، فالأدلة المختلف فيها لا تفيد إلا الظن.
لماذا؟ لأنه لو كانت مختلف فيها، يعني أن بعض العلماء قد أثبتها وبعض العلماء لم يثبتها، فيكون الأدلة التي يعني استند إليها في حجية هذه الأدلة لا تفيد إلا الظن، ولو أفادت القطع لاتفقت عليها بقية العلماء وسائر الأئمة. فاختلافهم فيها معناه أن بعضهم يقول وبعضهم لا يقول، وأن الأدلة التي يستفاد منها حجية هذه الأدلة لا ترقى إلى درجة اليقين والقطع، وإلا لو يعني بلغت درجة اليقين والقطع لقال بها سائر العلماء. واضح؟ واضح. الأدلة المختلف فيها لا تفيد إلا الظن، وسبب ذلك اختلاف العلماء فيها. وإذا كانت لا تفيد إلا الظن، فيكون الفرع الذي استنبط واستخرج واستفيد منها لا يفيد كذلك إلا الظن. فهمنا مشايخ الإسلام؟ نأتي إلى الأدلة المتفق عليها. والأدلة المتفق عليها إما الكتاب، والكتاب دلالته ظنية، وإن كان ثبوته قطعي فهم يقولون متنه قطعي ودلالته ظنية. لماذا؟ لأن قطعية الدلالة تحتاج إلى انتفاء الاحتمالات العشر، وانتفاء الاحتمالات العشر ما ثبت إلا بالأصل، وما ثبت بالأصل لا يفيد إلا الظن ولا يفيد اليقين. فهمنا؟ لأن الأصل عدم وجود هذه الاحتمالات، والأصل هذا لا يفيد إلا الظن، كما أن الأصل عدم وجوب صيام شهر ربيع. لماذا؟ لأن الأصل أنه لا وجوب قط حتى أتت الشريعة وأوجبت، وهذا الأصل أيضا كمان مختلف فيه. فهمنا مشايخ الإسلام؟ يبقى الأدلة دلالة الكتاب لا تفيد إلا الظن، لأن القطعية متوقفة على انتفاء الموانع أو الاحتمالات العشر، وهو احتمال التخصيص، وهو احتمال الإضمار، واحتمال المجاز، واحتمال النقل، والتقديم والتأخير، والإعراب، ودلالة والوضع، عشرة أشياء. من أين لك بثبوت هذه العشر على سبيل، أو من ما هو لابد أن تنتفي حتى نستفيد قطعية الدليل، لابد من انتفاء الإضمار، من انتفاء التخصيص، من انتفاء المجاز، من انتفاء التقديم والتأخير، من وهكذا. وهذه الأشياء لا نعلم انتفاءها إلا بأن الأصل عدم وجودها، والأصل هذا لا يفيد إلا الظن، فصارت دلالة الكتاب ليست قطعية وإنما هي ظنية. ومن اللي يفيد القطع؟ الدلائل اللفظية لا تفيد القطع إلا إذا انضم إليها تواتر أو انضم إليها حس. ده كلام بقى في جمع الجوامع، وكلام فيه أيضا خلاف في ثلاثة مذاهب في أن الدلائل اللفظية هل تفيد القطع أو لا. ثلاثة مذاهب، منهم من قال بأن الدلالات اللفظية تفيد القطع مطلقا، ومنهم من قال بأنها لا تفيد القطع مطلقا، ومنهم من فصل. يعني شوف العملية كلها وبعضها داخلة ببعضها. طيب من هذا نفهم أن دلالة الكتاب لا تكون إلا ظنية.
رقم اثنين، نأتي إلى السنة. السنة إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أحادا. فإن كانت أحاد لا تفيد إلا الظن، وإن كانت متواترة نعود أيضا ونقول بأن اللفظ لا يثبت قطعيته إلا بشرط انتفاء الموانع والاحتمالات العشر، وانتفاء الاحتمالات العشر علم بالأصل، والأصل لا يفيد إلا الظن. نأتي للإجماع، ده كلامهم كده، كلام ده بيؤسس العقل، ولكن العقل المنتج الذي يسير في إطار الشريعة ويمشي تحت سقفها. وأما الإجماع فالإجماع إما أن ينقل بالتواتر وإما أن ينقل بالآحاد. فإن نقل الإجماع بالآحاد فلا يفيد إلا الظن، لأن الطريق مدام مضمون يبقى الإجماع نفسه مضمون. وأما إذا نقل بالتواتر وهو قليل جدا فاختلف العلماء فيه على رأيين، ذهب الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام إلى أنه وإن نقل بالتواتر الإجماع فإنه لا يفيد إلا الظن. وأما القياس فإن إفادته للأحكام ظنية. فهذه هي الأدلة التي استنبط منها الفقه واستخرجت منها الأحكام، وهذه كما ترون ظنية فلا تنتج إلا فرعا ظنيا. فيكون الفقه من باب الظنون ولا مش من باب الظنون؟ من باب الظنون. يا سلام، ايه الجمال ده! يبقى نظرنا الى ان الأدلة يا مولانا، أدلة الفقه كلها ظنية، وما استفيد من الظن يكون يا مشايخ يبقى ظن. ولذلك كيف يعرف الحكم المضمون بأنه من باب العلوم؟ ده الفقه مظنون، ينبغي أن إذا أردت أن تعرفه أن تعرفه بشيء يناسبه، بشيء يؤدي إليه. كيف تعرف الظن بأنه علم؟ كيف تعرف الظن بأنه معرفة؟ تريد أن تعرف الظن؟ عرف الظن بأنه إدراك الطرف الراجع، ولا تعرفه بأنه علم، لأنك بتقول فيه قطع وفيه جزم وفيه مطابقة للواقع عن دليل، وكل ذلك غير حاصل. فيكون تعريفك للفقه بالعلم أو بالمعرفة مجافي للحقيقة. عايز أعرف الإنسان بأنه كلب بيهوهو، هو ده تعريف؟ طب اتكلمنا عن حقيقة أخرى ليست هي حقيقة الإنسان. فأنت وأنت تقول الفقه معرفة أو علم تعرف الفقه بما ليس فيه، وتذكره بخصائص لا يشتمل عليها، ده الاعتراض. قال بقى في جواب الاعتراض ماذا قال؟ في جواب الاعتراض قال: وعبر الأئمة عن الفقه هنا بالعلم وبالمعرفة، وإن كانت أدلته ظنية. أهو يعني إيه أدلته ظنية؟ عرف إن أدلته ظنية المنبع، المنبع الذي استفيد منه ظني. طيب هنا بقى لماذا عرف الأئمة؟ ده أصل الاعتراض. هنا بقى هيجيب عن هذا الاعتراض، فكأنه في العبارة البسيطة اللطيفة الخفيفة أورد اعتراضا وأورد في بطنها جوابا. قال لا، هو عبر عن العلم أو عن عبر عن الظن بالعلم أو المعرفة لسبب واحد. الفقه نحن وأنتم معترفون بأنه ظني، ولكن المجتهد بعد أن يعمل أدواته
وبعد أن يستخلص الحكم يقطع به ويجزم به جزما شديدا يكون قريبا من الشيء المعلوم. فلما قارب العلم عبر عن الشيء بما يقاربه. على سبيل المجاز، إني أراني أعصر خمرا، هو بيعصر خمرا لكنه يعصر عنبا سيكون بعد قليل جزما خمرا، فعبر عن العنب في حاله بأنه خمر لأنه سيؤول إليه، يعني قريب منه. والشيء يسمى باسم الشيء إذا كان بينهما جوار ومقاربة. فسمى الظن علما لأنه ظن قوي، لأنه ظن راسخ، لأنه ظن يكاد أن يكون قريبا من اليقين. اليقين قد إيه يا مشايخ؟ 100%. طب ده أنا عندي ظن 99%، إيه رأيكم؟ مش ده يعتبر قريب جدا 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 من 100%؟ ويصح إن أنا كمان ألحقه 100%. قال: لأن ظن المجتهد، نعم، بعد عملية الاجتهاد. أنتوا عارفين لو أنتوا تأملتم كيف جاء الاجتهاد ستعرفون أن المجتهد جلس وبحث واستقصى واطلع ودرس إلى أن وصل إلى هذه النتيجة، فيكون جزمه بالنتيجة بعد مرارة وبعد بحث واطلاع شديد جدا يكاد أن يكون قد وصل فيه إلى يعني ما لا بحث بعده. ده يكاد أن يكون من العمق والاطلاع والقراءة والبحث هنا وهناك في المصادر، يكاد أن يقول بلسان حاله: هذه المسألة أغلقت على غيري. فالمسألة محتاجة أن تتأمل كيف استنبط الفقيه الحكم، مش هو قاعد كده فكرة بتجيله خلاص قايل بيه. لا، ده رجل بحث في الكتاب وبحث في السنة وبحث في المصادر الإمام الشافعي حتى يستخرج حجية الإجماع من كتاب الله، قرأ الكتاب الله 40 مرة، وهي قراءة تفهم وعمق وتأمل يقف عند كل حرف وما يؤدي إليه بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ووضعه مع غيره. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا، انت بتعمل حاجة كتير. ولذلك عندما خرج بهذا الحكم من النادر ان هو يرجع عنه. خلاص ده بدل كل الادوات، وكشخص مثلا يعني يصنع عملية جراحية بيرجع يقول له: لا يعني معلش انا هفتح تاني القلب المفتوح، لان انا بدل ما حطيت شرايين حطيت خراطيم بلاستيك. هو اللعب ده مش لعب. اي والله، ده المجتهد ده شخص عميق يسهر الليالي. المجتهد ده شخص بيبحث بادوات دقيقه جدا. قال: لأن ظن المجتهد الذي هو لقوته، يعني هو لكونه ظنا قويا جدا نابعا مباحثة ومطالعة ومدارسة قريب من العلم. قريب من العلم يعني العلم 100%، وهذا الظن كاد أن يكون 100%، لأنه يجب عليه ده وجوب العمل بما أداه إليه اجتهاده يقوي الظن، لأنه يجب العمل عليه وعلى مقلديه العمل، لأنه يجب عليه يعني على المجتهد وعلى من يقلد المجتهد العمل بمقتضاه، أي بمقتضى اجتهاده ومقتضى ظنه.
وهذا مما يدعم الظن، مما يقويه، مما يؤكده فيجعله قريبا من العلم. وقيل، انتبه لأن هذه الجملة يعني كادت من فرط يعني صعوبتها أن تبهمها، بس هي واضحة يعني ما تقلقوش. وقيل لأن العلم مقطوع به والظن في طريقه. يعني قال خلي بالك ان الظن ده رايح فين؟ جاي منين؟ قال ده العلم اللي هو بالحكم ده مقطوع به، ولكن الطريق الذي وصل الى هذا العلم مضمون، فالظن انما جاء في الطريق ولم ياتي في الحكم. الطريق اللي هو ايه؟ اللي هو الادله التي استفيد منها الحكم، هو طريق، ما هو الدليل ده طريق لاستفاده الحكم، فالدليل ظني، ولكن العلم لا، ده مقطوع به. وكون ان يبقى الطريق ظني والعلم مقطوع به مفيش مشكله، ان هنوضح كل ده بما ساقوله لكم. طيب لحظة واحدة، لأن ديت فيها تفسير وتحليل. يعني إيه؟ قالوا الظن في طريقه أي واقع في المقدمتين. مقدمتين اللي هم إيه يا مشايخ؟ اللي هو المجتهد بدأ يشتغل عليهم. يعني عندي مثال بيقول لك نقض الوضوء من اللمس مضمون لي، نقض الوضوء من اللمس مضمون بي لي، وكل مضمون لي يجب العمل به، فيكون نقض الوضوء من اللمس يجب العمل به، ووجوب العمل بالمضمون أمر قطعي. فهي مبنية على قياسين، لأنه هو بعد ما يستعمل الطريق ويستعمل الأدلة ويستخرج منها الأحكام، يضيف إلى ما استخرجه قياس، هذا القياس يحول هذا الحكم إلى القطع. إزاي؟ أهو بسيطة جدا، نقول لبعض. يبقى أول حاجة يستفيد الحكم من دليله التفصيل. على سبيل المثال استفاد حرمة أكل مال اليتيم من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرتب المولى الكريم سبحانه وتعالى على أكل مال اليتيم الوعيد الشديد، وكل ما رتب عليه الوعيد الشديد فهو حرام، فيكون أكل مال اليتيم يا مولانا حرام. يبقى هو ده اللي إيه؟ ده الحكم. أخذنا الحكم هذا المستفاد من الأدلة التفصيلية وضممنا إليه قياسا آخر، فخرجنا بهذا الحكم إلى دائرة اليقين. كلام الشيخ زهير. وبعد ذلك يأتي بدليل يجعل الحكم مقطوع به. بخلي بالك امشيها كده بالترتيب، كيف نريد أن نصل إلى القطعية المذكورة في هذا الكلام؟ أولا نذهب إلى الأدلة التفصيلية ونستفيد منها الحكم، ثم بعد ذلك بعد أن نستفيد الحكم نضم هذا الحكم إلى مقدمة أخرى تؤدي إلى أن الذي استفدناه مقطوع به. يبقى أهو أكل مال اليتيم، حرمة أكل مال اليتيم ها مضمونة. هنضم إليها إيه بعد ذلك؟ مقدمة أخرى تخرجها إلى دائرة القطعية. بعد ذلك يأتي بدليل يجعل الحكم مقطوعا به،
وهذا الدليل يستخدمه في كل حكم يستنبطه، يعني هذا الدليل دليل كلي يضعه مع كل فرع من الفروع المستنبطة من الأدلة الظنية. هنضرب أمثلة كثيرة إن شاء الله حتى تفهم. ويصير بذلك الحكم قطعيا، خذوا ديت بالصلاة على النبي، أو ناخد بقى حاجة كده، الفقيه نظر في قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهم من هذه الآية أن لمس المرأة ناقض للوضوء، يبقى لمس المرأة ينقض الوضوء. ظني أم قطعي؟ ظني، لأنه مستفاد من دليل ظني. أخذ هذه المقدمة وضم إليها قياس آخر أخرجها إلى دائرة القطعية، يبقى لمس المرأة ينقض الوضوء، وكل ما يعني وكل ما اجتهد فيه المجتهد يجب العمل به، فيجب العمل بلمس أو يجب العمل بما توصل إليه المجتهد. قال نقض الوضوء من اللمس مظنون لي، وكل ما هو مظنون لي يجب العمل به، نقض الوضوء يجب العمل به، ووجوب العمل مقطوع به، لأن وجوب العمل بما يعني توصل إليه المجتهد أمر مقطوع به، فلا بد من أن تضم إلى أي نتيجة استخرجتها من أي دليل من أدلة الفقه الظنية، لابد أن تضم إليه هذا القياس فيخرجك إلى دائرة القطعية. نضرب تاني، نقول مثال آخر، نقول ولا كده فهمتم؟ نقول تاني، نقول تاني. عندي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحل، ففهم العلماء من ذلك أن صلاة الوتر مندوب، وفهم العلماء ندبية الوتر من هذه الأدلة لا شك أنه ظني، أخذوا هذه النتيجة الظنية وضموا إليها هذا القياس، كله يبقى الوتر مضمون لي، وكل مضمون لي يجب العمل به، الوتر يجب العمل به، ووجوب العمل أمر مقطوع به، فصار وجوب العمل بالوتر أمر مقطوع به. طيب من أين جاء القطع من الأمر المقطوع؟ الإجماع قام على أنه يجب على المجتهد أن يعمل بما توصل إليه اجتهاد، وهذا أمر مقطوع به. ولم نقل أن الإجماع أيضا دلالته ظنية، ما هو القائل بهذا لا يسلم كلام الإمام، ده كلام الإمام الرازي، ولكن القائل بهذا لا يسلم كلام الإمام. وقيل أيضا بلاش الإجماع، ده الذي دل على وجوب قطعية وجوب العمل الدليل العقلي، لأن أنا يا إما أترك العمل مطلقا وهذا باطل، يا إما أنا أعمل بأحدهما دون الآخر وهذا باطل، يبقى هل هو الدليل العقلي ولا الدليل النقلي؟ لو قلت الدليل النقلي يفيد الظن سأنقلك إلى الدليل العقلي الذي يقول لابد أن تعمل بالراجح وتترك المرجوح، كلام طويل في هذا المقام فما تقلقش. نجيب مثال تاني ولا خلاص كده؟ ويضم إليها، طيب قال بعد ذلك تأخذ هذه النتيجة و تجعلها صغرى في قياس آخر، تأخذ هذه النتيجة وتجعلها صغرى في قياس آخر ويضم إليها كبرى، تقول نقض الوضوء من اللمس يجب العمل به، هذه هو زي ما قلنا بس احنا بنكرر تاني من أجل الإفادة، وكل ما هو واجب العمل به فهو حكم الله قطعا، كل ما يجب العمل به قطعا هو حكم الله، فنقض الوضوء من اللمس حكم الله قطعا.
أخذنا هذه المقدمة، يعني مثلا استخرجنا أن أكل مال اليتيم حرام، وقلنا ضممنا إلى ذلك هذه النتيجة، وضعناها مع كبر، وقلنا وكل ما يجب العمل به فهو واجب، وكل ما هو واجب العمل به فهو حكم الله قطعا، كل ما يجب أن نعمل به هو قطعا حكم الله، فنتوصل إلى أن أكل مال اليتيم هو حكم الله قطعا. وهكذا نرجع بقى لكلامنا تاني يا مشايخ الإسلام، هو طبعا يعني درس حلو، يعني درس لطيف. نرجع بقى بعد ما فهمنا الكلام اللطيف ده، قال لأن العلم به، لأن العلم بالحكم، ها توصلنا في النهاية إلى أنه مقطوع به، والظن في طريقه، يعني في الطريق الموصل إلى هذا العلم، والطريق الموصل اللي هو الأدلة التي استفيدت منها هذه الأحكام، لأن مضمون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به، لأنه قد قامت الأدلة القطعية على أن ما يظنه المجتهد يجب عليه قطعا أن يعمل به، وإلا لأدى ذلك إلى ترك الراجح والعمل، ترك الراجح والعمل بالمرجوح، أو تركهما معا وذلك باطل، لأنه تحكم وهوى وتشهي، لأن مضمون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به، وكل ما قطع بوجوب العمل به، كل أمر قطع بأنه يجب العمل به فهو مقطوع به، وكل ما قطع بوجوب العمل به فهو مقطوع. فمضمون المجتهد مقطوع به، مضمون المجتهد اللي هو في البداية إيه؟ لمس المرأة. مضمون المجتهد اللي هو في البداية إيه؟ ندب الوتر في بداية الطريق. مضمون المجتهد اللي هو في البداية إيه؟ لمس المرأة، وهكذا أكل مال اليتيم، كل هذه الأشياء من مضمونات المجتهد، قطعا هي من مضمونات المجتهد. وضعنا جنبها هذه المقدمة فأخرجت إلينا إلى أن كل ما يظنه المجتهد هو مقطوع به. وهذا الدليل إنما يصح عند المصوبة، المصوبة هم الذين يقولون المصيب في كلام الله واحد، لا المصوبة هم الذين يقولون العكس بقى، أن كل مجتهد مصيب، دي اسمهم إيه؟ مصوبة. في بقى مخطئة، بقى لديك مصطلحان، في مصطلح اسمه المصوبة، وفي مصطلح اسمه يا مشايخ المخطئ. المصوبة هم الذين يقولون كل مجتهد مصيب. مصيب يعني إيه؟ يعني لأن ما توصل إليه هو حكم الله. ده كلام طويل وسيأتي في آخر محاضرة في الكتاب بعد 10 سنين إن شاء الله نبقى نقرأه. لأن هم بيقولون هل ربنا له حكم في كل مسألة؟ أخبر حضرتك، وهل وضع على يعني كل حكم علامة أو ليس لم يضع عليه علامة؟ كلام طويل، لكنهم يقولون المصوبة بأن كل من اجتهد فهو مصيب، وكان ربنا سايبها كده في البداية، إذا توصلت إلى الحكم فإنه حكم الله، يبقى هو ده حكم الله. أما بقى من قال بأن المجتهد المصيب واحد والبقية مخطئة، وهو ما لم يدرك ما عند الله سبحانه وتعالى وما وضعه المولى سبحانه وتعالى في البداية، وإلا يعني وإن لم نقل بأن كل مجتهد مصيب فهو ممنوع الكبرى عند غيرهم، عند غير مين؟ عند غير المصوبة. ممنوع الكبرى؟ لا، ما ساعتها أنا هقول لك ليس
كل ما توصل إليه المجتهد مقطوع بوجوب العمل به، لأن عندنا كبرى اللي هي وكل ما قطع بوجوب العمل به فهو مقطوع، دية الكبرى. قال واللام، لا ما نخلص دي الأول، فهمتوها ولا نعيدها تاني؟ هو عند المخطئة الكبرى ده مقطوع فيه؟ مقطوع بيها يبقى ايه مقطوع بيها؟ لا، ما هو بيبقى حينئذ مش مقطوع بيها. ما هو لو انت قلت ان كل مجتهد مصيب يبقى كل من توصل الى شيء قطع يقينا بان هذا حكم الله. عند الله. ايوه. واما المخطئه يقول لا لا، قد وقد احتمال، ولكن ليس مقطوعا بان ما توصلت انا اليه هو حكم الله قطع. لكن يجب العمل. وجوب العمل امر اخر، ولكن هل هو مقطوع به؟ لا. لكن عند المصوبه لا، مقطوع به، لانه قطعا هو حكم الله. ولذلك ارجع اقرا تاني كده، بيقول لك ايه؟ وكل ما قطع بوجوب العمل به فهو مقطوع به. ده هنا كمان مقطوع به، وهو حكم الله قطعا. لا، ليس حكم الله، ما هو مقطوعا به يعني كونه حكم الله سبحانه وتعالى. عند المصوبه نعم، وعند المخطئه لا، لان ما توصلت اليه قد لا يكون حكم الله قطعا، قد لا يكون حكم الله. ولذلك انت لا تقطع بان ما توصلت اليه هو حكم الله قطعا، وانما هو حكم الله ظنا. يكون حكم الله عند المصوبه في مساله واحده متعدده. ما هو دي بقى حضرتك لما ترجع لاخر البحث، واحنا شرحناه وكلام طويل وكان بحث رائع جدا، ما هو بقى مبني بقى، هل بقى ربنا له سيبها لينا احنا اللي نختار، ولا كلام طويل في هذا المقام. ارجع كده للاخر اهو، افتح اخر الكتاب. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني الفروع الفقهية. نرجع تاني، افتحوا صفحة 406 في النسخة القديمة أوي اللي هي بقدم الفراعنة. لم يملك هذه النسخة إلا السادس. الأصل والأصل والفرع، ونعم الفرع يا مولانا، فرع لم أجده في مصر، وده فرع مقطوع به مش فرع مظنون يعني. قال افتحوا كده واقروها، يقول لك ومنهم اي من العلماء المجتهدين من قال كل مجتهد في الفروع اي الفروع الفقهيه، اخرج بذلك الاصول، لانه قال بعد ذلك ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه اي المنسوبه لفن الكلام. في الفروع مصيب للحق، الحق اللي هو ما عند الله. كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني مصيب لما عند الله، وكأن ما عند الله متعدد. وهذا رأي الشيخ، وهذا رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وابن سريج. ثم قال الأولان اللي هو الأشعري والباقلاني حكم الله فيها تابع لظن المجتهد، يعني لو انت ظننت كذا يبقى هو ده حكم ربنا، وده قطعا بقى. فما ظنه يعني ما توصل إليه بظنه صار هذا الذي توصل إليه بظنه هو حكم الله قطعا، فهو حكم الله في حقه، حق المجتهد وحق مقلديه. وقال الثلاثة اللي هم أبو يوسف ومحمد وابن سريج هناك شيء، في حاجة يعني لو حكم الله فيها لكان بها، في الأشبه يعني، يعني هناك حاجة كده هي الأشبه، لو كان ربنا أراد أن يحكم في هذه القضية لكان حكم بهذا.
فهذه أشبه بحكم الله. ومن ثم كذا وكذا وكذا. يا ده كلام طويل. بس هي دي المصور ودي المخطئ. قبلها بقى المخطئ أهي. اقلب قبلها. قال فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ أهي التخطئ أهي فله أجر. فهمنا كده؟ شفت بقى الكتاب كله مربوط بعضه ببعض. ارجع تاني لقدام. اشرح لك انا النهارده جاي عشان اشرح لك المقدمتين وما فيهم الى اخرهم يا مولانا. نرجع تاني، لان مضمون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به. طب يعني ايه مضمون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به؟ ده اشاره الى قياس منفصل. يبقى ده مولانا بيقول لك اهو مضمون المجتهد مقطوع به، لانه وجداني. انا الان ظنيت نقض الوضوء بمس الفرج، ده مقطوع بي ولا لا؟ مقطوع بي، لانه حسي، انا حاسس بيه، حاسس بالظن ولا مش حاسس بيه؟ فالظن بداخلي قطعا. يبقى هذا الظن مقطوع به ام لا؟ نعم مقطوع به، لانه يعني تابع للحس، للحس والوجدان. انا حاسس جوايا ظن باني لمس المراه ينقض الوضوء، وهذه المقدمة مقطوع بوجوده. يا أخواننا صلوا على النبي. المجتهد إذا نظر في الأدلة فتوصل إلى حكم معين، فنشأ بداخله ظن أن هذا هو حكم الله. هذا الظن الموجود داخل المجتهد مقطوع به أم لا؟ أي مقطوع بوجوده، وكل ما كان مقطوع بوجوده يجب العمل به. فحينئذ الذي قطع به المجتهد يجب العمل به. نشرحها تاني كده اهو، بيقول لك اهو لأن مضمون المجتهد وهو بطلان الوضوء بلمس المرء مقطوع بوجوب العمل به، لأن كل ما توصل إليه المجتهد من ظن بحكم وجب عليه أن يعمل به لوجود الدليل الدل على وجوب العمل بما ظنه المجتهد. جميل. بعد كده وكل ما قطع، انتهينا من هنا، بوجوب العمل به، يعني كل فرد وجزئي قطع بوجوب العمل به ماذا يكون؟ فهو مقطوع به. كل ما وجب على المجتهد أن يعمل به فهو مقطوع بوجوب العمل به، وكل ما قطع بوجوب العمل به فهو حكم الله قطعا، فيصير ما توصل إليه المجتهد هو حكم الله قطعا. وإذا كان هذا الذي توصل إليه المجتهد هو حكم الله قطعا، كان الفقه حينئذ من قبيل العلوم لا من قبيل الظنون. أقولها تاني. وقيل لأن العلم مقطوع به والظن في طريقه. خلاص دي معروفة دي. لأن مضمون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به. مضمون المجتهد يعني ما ظنه المجتهد من نقض الوضوء بلمس المرأة يجب عليه أن يعمل به. إيه اللي أوجب عليه أن يعمل به؟ الأدلة الشرعية قالت له إذا توصلت إلى شيء معين بظنك وباستخدام الأدوات وجب عليك أن تعمل به. ها؟ وكل ما قطع بوجوب العمل به فهو مقطوع به. وكل ما قطع بوجوب العمل به فيكون من قبيل العلوم ومن قبيل المقطوعات.
مقطوع بوجوب العمل به، يبقى هو ايه؟ يبقى هو مقطوع. ما دام وجب ان نعمل به يبقى هو من قبيل المقطوع به. مع ان الكلام ده فيه اشكاليات حتى في الشروح المطولات، بس خلينا كده واحده واحده نفهم اللي هنا. فمصنون المجتهد مقطوع به. طيب مقطوع به مش به في ذاته، ولكن بوجوب العمل به. وكل ما قطع بوجوب العمل به فهو حكم الله قطعا. يبقى الفقه هو ايه؟ حكم الله قطعا. واذا كان الفقه وحكم الله قطعا جاز لنا ان نعرفه بالعلم. نقول تاني؟ هي محتاجه، مش فهمتهاش انت. ايه بقى اللي انت مش فاهمه يا اخونا؟ فهمتها؟ ده انت خليتني ان انا هعيدها تاني. طيب انت عايز تقول ايه يا مولانا؟ ده في حاجات تانية بس انتوا يعني المسألة صعبة شوية. المخطئة والمصوبة هيأتي. انت بتقول المخطئة والمصوبة من هم؟ ايوه الكلام ده يصح عند المصوبة، ان انت بتقول اللي توصل اليه المجتهد هو ده حكم الله قطعا، كلام سليم، بس ده يصح عند المصوبة. أما عند ما غير المصوبة وهم المخطئة يقولون لا، ليس كل ما توصل إليه كل مجتهد هو حكم الله قطعا، بل الذي توصل إليه المجتهدون واحد منهم فقط هو حكم الله قطعا، والبقية ليس حكم الله قطعا. هدي لك مثال على هذا. صلوا على سيدنا النبي. عندي مثلا لمس المرء، في كم مذهب؟ في ثلاثة اللي أنا أعرفهم. النقد مطلقا، وده مذهب سيدنا الشافعي وهو أرجح المذاهب. عدم النقد مطلقا، وده مذهب سيدنا الإمام أبو حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النقد بشرط الشهوة، مذهب سيدنا مالك. في حاجة غير كده؟ حد عنده حاجة رابعة؟ أنت إيه مالك؟ نعم. مذهبك إيه؟ القصد هو وجد اللذة ينقض الوضوء. اللي هي بشهوة يعني. ماشي. يعني أنا صح كده في المالكية؟ مين اللي حنفي؟ إيه ده ما فيش حد حنفي؟ يا للهول. مين اللي شافعي؟ الله. إنها النصرة. المخطئة المصوبة بقى بيقولوا إيه؟ بيقولوا المصيب كل واحد، كل واحد من هؤلاء مصيب، فالنقد حكم الله قاطع لأنه هو مصيب، قد أصاب الحق وأصاب ما عند الله، فما توصل إليه قطعا هو حكم الله. والذي قال بأنه لا ينقض مطلقا، نعم قد أصاب ما عند الله وهذا حكم الله قطعا، هذا حكم الله. والذي قال بشرط المصوبة يقولون له نعم، أو بيقول كل مجتهد مصيب، هذا حكم الله. طب المخطئة يقولون لا، واحد من هذه الآراء هي حكم الله قاطع، وما عداها ليس بحكم الله قاطع. ليه؟ لأنه لم يصب الحق الذي عند المولى سبحانه وتعالى. فواحد من الثلاثة دول هو الصح. بمعنى إيه صح؟ يعني هو الذي أصاب ما عند الله، هو الذي أصاب حكم الله، هو الذي توصل إلى مراد الله، والبقية لم يتوصلوا إلى مراد الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ هو ده التصويب، هو ده التخطئ. بيقول إن الكلام اللي اتقال ده والأدلة دي
جيدة ورائعة ومنقحة، ولكن لا نقول بها إلا على مذهب المصوبة، لأنه بيقول وما توصل إليه المجتهد وحكم الله قطعا. نقول له هذا صحيح، ولكن هذا على مذهب من؟ على مذهب المصوبة. أما المخطئة لا، بيقولوا لا، مش كل ما توصل إليه المجتهد وحكم الله قطعا، قد يكون هو حكم الله قطعا وقد لا يكون هو حكم الله قطعا، قد لا يكون إنه ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هو الذي أراده الله. ولذلك لا ينبغي لنا أن نقطع بأن هذا الحكم هو حكم الله قطعا، بل نقول ظنا. فهنا مولانا اقرأ بقى كده عشان أعرف الحتة دي من زمان وهي بتقرقك، وعمري ما شرحتها لك في مرة من المرات إلا وقلت لي برضك اشرحها لي تاني. تعريف الفقه هنا المخطئة ما هي سبيل؟ يعني الظن بالحكم ولا العلم بالأحكام؟ لا كده يبقى الظن، يعني الظن بالأحكام. آه طبعا، لكن عند المصوبة القطع. مع أن المخطئة هو الراجع، ولكن سبحان الله كيف لم نعرف؟ لا، ما هو عرفه بالعلم، ولكن أجاب بأن العلم هنا هو الظن، هو الظن القريب من اليقين، أو هو الملكة. العلم يطلق على يطلق ويراد به الملكة. ها الإيه؟ الباقلاني الذي اعترض على ان الفقه، لا ده الباقلاني والاشعري من المصوبه. لكن هو تحت المصوبه في رايين، تحت المصوبه هناك رايان كما ذكرنا، لكن المساله دي لسه هتيجي، لسه هتيجي، دي مساله طويله، ولكن مع طولها مساله لطيفه جدا. طب يلا ننقل ولا نشرح تاني؟ نشرح تاني تاني تاني. أنا شايف بعض الوجوه يعني مقفهرة ويضيق عليها الحال. طيب هو القضية كلها يمكن أنت مش قادر تتمكن منها لسبب واحد، أنك لم تدرس علم المنطق ولم تدرس كيفية صياغة الأقيسة، لكنك لو استطعت أن تصوغ الأقيسة وأن تفهم مراحلها وكيفية بنائها وعوارضها وإلى آخره لاستطعت أن تفهم هذه الجملة فهما متقنا، ولكن قدرت تفهم مثلا منها شيء كان بها ونعم، ما قدرتش تفهم يبقى أنت محتاج أن تدرس، أو يدرس لك أن تدرس، مش يدرس يعني عشان ما تقحمونيش في كل صغيرة وكبيرة، أن تدرس علم المنطق. طيب نعود بعد كده، قال ايه بقى مولانا؟ فهمت ولا نعيدها؟ في اشكال يا شيخ في تعبير الامام الرملي بان العلم مقطوع به، اليس الصواب ان يقول بان الحكم مقطوع به؟ كيف يكون بان العلم مقطوع به؟ اقراها كده بس عشان تشوفها منين. الجواب الثاني عن الاشكال بيقول ايه يا مولانا؟ وقيل لان العلم مقطوع به. ماشي كمل. والظن في طريقه. صح، العلم ده من قبيل الأمور التي يقطع بها ويجزم بها، أو من قبيل الأحكام التي نجزم بها جزما مطابقا للواقع عن دليل. ليس المقصود من العلم هنا الحكم. لا، المقصود هنا من العلم اللي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، هذا الإدراك المطابق للواقع عن دليل مقطوع به، لأنه هم خلي بالك قالوا بأن هناك فرق بين العلم والقطع، بدليل أن المقلد يقطع بالحكم ولكنه ليس بعالم. خلي بالك، أصل أنت قلقان بتقول ده هو القطع هو العلم والعلم هو القطع. لا يا سيدي، القطع مش هو العلم ولا العلم هو القطع، بدليل أن المقلد عنده قاطع بالحكم
ولا يداخله ولا يساوره فيه شك، ولكنه ليس بعالم بالحكم. عشان قلنا الكلام ده من شويه والاسناوي قال كده، قال هناك فرق بين العلم وبين القطع. قطع معناه يعني ايه؟ يعني انه لم يساوره فيه شك، والعلم لا يساور صاحبه فيه شك ولا تردد. يبقى مقطوع به ولا لا؟ مقطوع به. والتقليد، المقلد جازم وقاطع بالحكم ولا يساوره ولا يتردد في قلبه أدنى شك، مع أنه المقلد مش عالم. لأن العالم ده أدرك الحكم إدراكا مطابقا للواقع عن دليل إلى آخره، والمقلد ما أدركه إدراكا عن دليل. فهمت يا مولانا؟ حتة حلوة دي. إذن فكل عالم هو مقطوع، هو قاطع بالحكم، وليس كله. نعم، لا، هو عايز يقول دائرة القطع أعم من دائرة العلم. دائرة القطع أعم، لأنه العلم قد يكون قاطعا، واخد بالك، ولكن ما استطعش أقول كل ما هو مقطوع به فهو علم. واخد بالك، كل ما هو مقطوع به هو علم، لا، ده أنت دخلت كمان مع التقليد. ايه تاني؟ نرجع تاني للكتاب يا مشايخ الإسلام، عودوا على رسلكم. قال: واللام في الأحكام، ما هو التعريف من أوله لآخره في مشاكل كثيرة. واللام في الأحكام، يقول هو معرفة الأحكام. اللام إما أن تكون للجنس فيكون مدخولها الحقيقة، هو معرفة حقيقة الأحكام، جنس الأحكام، جنس، أو معرفة كل الأحكام، وما ينفعش تكون للعهد لأنه ليس هناك معهود. قال: واللام يصح أن تكون للجنس، والجنس يصدق على ثلاث أفراد، فيكفي في الفقيه أن يكون عالما بثلاثة أحكام، وهذا باطل، لأن الفقيه من صار الفقه له سجية. قال: فلا يدخل المقلد إذا عرف بعض الأرض. هنا بيقول يصح أن تكون للجنس، فلا يدخل المقلد إذا عرف بعض الأحكام، لما تقدم من تفسير المعرفة هنا بظن المجتهد، والمقلد ليس بمجتهد، القريب من العلم. ده هو اختار هنا لأن تكون للجنس. لا، لسه ما اختارش، لأنه بيقول لك وأن تكون للاستغراق، وتكلم على كل واحدة. قال: واللامه في الأحكام يصح أن تكون للجنس، يعني جنس الأحكام، وجنس الأحكام يصدق بثلاثة. وعلى هذا فإذا قلنا بأن اللام للجنس، فلا يدخل المقلد إذا عرف ثلاثة أحكام فما فوق. لماذا؟ قال: لأن احنا قلنا في المعرفة أو العلم أنها ظن المجتهد، وإذا كان هذا هو ظن المجتهد يخرج المقلد عن دائرة العلم. ولكن اصطدم بمشكلة أخرى، وهي عدم اختصاص المجتهدين بما وقف على الفقهاء أو وصي لهم. قال: وأما عدم اختصاص المجتهدين بما وقف على الفقهاء، يعني لو واحد قال مثلا أوقفت هذا العقار بإيجاره على الفقهاء، يدخل مع الفقهاء المقلدين، يعني كل الدرس اللي موجود دوت يدخل في الوقف.
ويدخل في الوقف كذلك الذين صار الفقه لهم سجية. فلو كان الإمام الشافعي موجود بين أظهرنا الآن لا داخل. بس ده المشكلة إن أنت قلت الفقهاء، والفقهاء دي جمع فقيه، والفقيه دوت هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التقليدية أو المكتسب من أدلتها التفصيلية، فموجب التعريف يخرج المقلد المشتغل. ما هو الفقهاء دي المشتغل بالفقه. قال له هذا وإن كان صحيحا، إلا إن الوقف على الفقهاء مرده لا للمصطلحات، وإنما مرده للعرف. والعرف يقضي بأن الفقهاء هم الذين اشتغلوا بالفقه، لا من صار الفقه لهم سجية. طيب، قال فلأمر عرفي، أي فدخول غير المجتهدين في عبارة الفقهاء هو العرف الذي استدعى ذلك، هو الذي أدى إلى ذلك. وأن تكون للاستغراق، فهمنا ولا ما فهمناش؟ وأن تكون للاستغراق، ويصح كذلك أن تكون اللام للاستغراق. إيه ده؟ يعني الفقه هو العلم بكل الأحكام، كل الأحكام. ما الذي عرف كل الأحكام؟ ما هنا مشكلة. لو قلت أنها للاستغراق يدخل معك كل الأحكام الفقهية. هو كان في فقيه على وجه الأرض كان يعلم كل الأحكام الفقهية، مشايخ، ده الإمام مالك، وهو من أجل الفقهاء واجتمعت فيه الإمامة. لما سئل عن بعض المسائل لم يستطع أن يجيب عنها في الحال، وذلك لا يقدح في كونه فقيها. قال ولا ينافيه. قال له ما هو المراد العلم بكل الأحكام، إما بالقوة وإما بالفعل. بالقوة يعني إيه؟ يعني أن يكون قادرا على العلم بما ليس موجودا في ذهنه الآن، يعني يكون عنده آلية البحث، آلية الاطلاع، آلية الاستنباط. والذي عنده آلية البحث والاطلاع والاستنباط يسمى عالم بكل الأحكام. لماذا؟ لأنه قادر على الوصول إلى كل الأحكام وإن لم تكن حاصلة بالفعل الآن. قال وأن تكون للاستغراق ولا ينافيه، يعني ولا ينافي كونها للاستغراق، ثبوت لا أدري عن مالك. الإمام مالك سئل عن مسائل كثيرة، بعضهم قال هي 48، والذي قال هما 48 ده ابن عبد البر في التمهيد وغيره من الفقهاء، وكذلك غيره من الفقهاء. اقرأ الحاشية تحت كده. قال أبو عمرو بن الصلاح بلغنا عن الهيثم بن جميل قال شهدت مالك ابن أنس سئل عن 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. يعني يا مشايخ الإيمان ما أجابش إلا عن 16. اللهم صل على النبي، كلام جميل. اسأل الناس اليوم سيجيبون من 20 عن 50، يعني سيجيب عما سئل عنه وزيادة. وده جرأة على الدين. الناس دي أئمة، كانوا يعني مقدرين الدين، محترمين الدين، موقرين الدين، يخشون الله سبحانه وتعالى، لا تجرؤون على محارم الله. لكن تعال لنا النهاردة كده هو واسأل الشيخ خيري، شاف يعني حاجة من النوادر، تخلف عقلي أو إعاقة ذهنية، ناس عندها إعاقة ذهنية وظن نفسها بتفهم. طيب لك شوف الإمام مالك 48 لم يجب إلا عن يعني حوالي 16 مسألة، و 1032 مسألة لا أدري. وانت بيني وبينك لو انت سئلت شغال
افتح الكتاب وانت مش فاهم النص وارقع. يا لطيف. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما يجيئه، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. قال: فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله يا هذا، إني إنما أتكلم فيما أحتسب من الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. قال: لا، أنا مش عارف فيها حاجة، اصبر لي بقى شوية كده. لأن المراد بمعرفة جميع الأحكام التهيئ لها. يعني إيه التهيئ؟ يعني أن يكون صالحا للاستنباط بعد ذلك. قال: وهو أن يكون عنده ما يكفي، يعني عنده من الآلات وعنده من الإمكانيات ما يكفيه في استعلامها، يعني طلب العلم بالأحكام من الأدلة، من المآخذ، المآخذ اللي هي الأدلة والشروط والأسباب، يعني أسباب الأدلة وشروط الأدلة والعلل والأقيسة وهكذا. بأن يكون عنده ملكة، يعني هيئة راسخة في النفس يقتدر بها، أي يكون بسببها قادرا على إدراك جزئيات الأحكام وإطلاق العلم وإطلاق المعرفة والعلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا. يبقى أطلق العلم والمعرفة على التهيؤ لتحصيل الأحكام الشرعية، وهذا شائع في المناهج والمدارس العلمية. يقال: فلان يعلم النحو، يعني قادر على معرفة النحو لأنه يعني متمكن من تحصيل أحكام النحو، ولا يراد أنه يعلم جميع مسائل النحو فيما بين السماء والأرض، وأن هذه المسائل حاضرة في ذهنه، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل هو متهيئ لذلك، بل هو صالح لأن يدرك كل هذه المسائل، عنده الملكات وعنده الإمكانية وعنده العقلية وعنده أداة البحث إلى آخره. والحكم، الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ننتقل بعد ذلك نتكلم على الخطاب وتعريف الخطاب وما هو حد الخطاب. قال: والحكم خطاب الله. خطاب، الخطاب في اللغة معناه توجيه الكلام المفيد إلى الغير بحيث يسمعه. نقولها تاني، كل مرة بنقول الكلام ده. عندك مكتوب حاجة من القديم ولا لا؟ اقلب اللي فات كده، في حاجة قلناها في اللي فات. وفي اختلاف بين الآن وما سبق، بس الآن هو المعتمد. قال: الخطاب هو توجيه الكلام المفيد إلى الغير بحيث يسمعه. يبقى الخطاب هو توجيه الكلام، وليس هو الكلام، ده أصله كده في اللغة. ثم بعد ذلك استعمل الخطاب في الكلام الموجه إلى الغير للإفهام بحيث يسمعه. يبقى في اللغة توجيه الخطاب، خاطبه خطابا، يعني وجه إليه الكلام المفيد بحيث يسمعه وينتفع به. ثم بعد ذلك استعمل في الكلام الموجه، لا في توجيه الكلام، لأن الخطاب، الحكم خطاب الله. يعني إيش خطاب الله؟ يعني كلامه المفيد
الموجه إلى الغير لإفهامه. يبقى في البداية كان مصدرا، ثم بعد ذلك انتقل إلى المتعلق، كان توجيه الكلام، الكلام ده متعلق بالتوجيه، فاستعمل في الكلام الموجه، ثم بعد ذلك صار حقيقة عرفية على الكلام. فإذا قلت أذكر خطابك، أو الرئيس يتلو خطابه، يعني يقول كلاما، يبقى الخطاب هو إيه؟ هو الكلام، ده صار حقيقة عرفية، لكن هو في الأصل مصدر. قال خطاب الله، أي كلامه النفسي. وخطاب الله أخرج من خطاب البشر، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى يعني على معنى أن هذا الخطاب المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو كلامه النفسي الأزلي، كلام نفسي. أنا عندي في كلام نفسي وفي كلام لفظي، كلام الله سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. طيب كلام نفسي هو الحكم، لكن عليه دلائل، عليه إشارات، هنقول الكلام ده كله. أي كلامه النفسي الأزلي، الأزلي يعني القديم بقدم الله سبحانه وتعالى، يعني الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، فهو قديم. المسمى يعني الذي يسمى في الأزل، يعني في القديم قبل وجود أحد من البشر. المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح، يعني أن هذا الكلام سمي قبل وجود أي مخاطب وقبل وجود أي إنسان خطاب، وهذه التسمية تسمية حقيقية وليست تسمية مجازية، لأنه قد نزل المعدوم منزلة الموجود ثم بوشر بالخطاب. ما هو خطاب يعني إيه؟ خطاب يعني في طرف تاني بيسمع. طيب ده عندما تكلم ربنا سبحانه وتعالى لم يكن هناك طرف آخر يسمع ويتكلم، لأن كلامه قديم بقدمه سبحانه وتعالى، وليس هناك مخلوق يسمع ويوجه له الكلام. قالوا بأنه افترض عقلا كده، افترض أن المعدوم ده اللي هو الإنسان قدر أنه موجود ثم توجه إليه الكلام، فصار بعد هذا التوجه يسمى خطابا، وهو دي مسألة من المشكلات. طيب تنزيل المعدوم، تنزيلة الموجود، أليس ضرب من ضروب المجاز؟ ما هو المقابل أصح بيقول كده، ودي من المسائل المشكلة جدا جدا جدا، واخد بالك؟ هل طب ما هو التنزيل ده هو ضرب من ضروب المجاز، فالتاني بيقول لا، هو تسميته، تسمية الكلام في هذا الوقت أو في هذه الحالة قبل وجود أحد يوجه إليه يسمى خطابا. طب فين الطرف الثاني للخطاب؟ وكأنه انتزع الخطاب من معناه الذي هو التوجيه إلى الطرف الآخر إلى مطلق الكلام، لكن هي مسألة مشكلة وفيها رأيان في جمع الجوامع، أحدهما وهو الأصح أنه يسمى خطابا وإن لم يكن هناك من يخاطب، ومقابل الأصح يقول لا، لا يسمى خطابا حتى يوجد الشخص الذي يخاطب ويوجه إليه الكلام. طب الأول قال إيه؟ قال والله يعني أنا هنزل المعدوم منزلة الموجود وهيوجه إليه الكلام، مقابل الأصح قال له طب ما هو ده المجاز، وهكذا. وبدأ يخش مع بعض في هذا الكلام، وهذه المسألة مشكلة جدا، وأنا لا أتصور إلا مقابل الأصح. أما الأول طب أنت سميته لخطاب، ده ما فيش حد أصلا، ليس هناك موجود حتى يخاطب، وهكذا.
ما هي مشكلة. أنا عندي مقابل الأصح تفسير الخطاب بالكلام الموجه للإفهام أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. والمراد من التسمية في الأزل الوصف بكونه خطابا حقيقة، ما احنا قلنا، لكن هي مشكلة. طيب، المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ تعلقا معنويا قبل وجوده وتنجيزيا بعد وجوده. يبقى احنا عندنا اهو يقول لك المسمى في الأزل خلصنا منه. قال المتعلق بفعل المكلف، يعني الخطاب يتعلق بفعل المكلف، ومعنى التعلق هنا وجود علاقة بين المكلف وبين الخطاب، على معنى أنه هو الذي بوشر به الكلام. المتعلق يعني المرتبط ارتباطا معنويا بالمكلف. بفعل المكلف، إيش من هو المكلف؟ قالوا المكلف صار حقيقة عرفية في كل بالغ عاقل ذاكر، يعني ذاكر للحكم، غير ملجأ. ولا بد كذلك ألا يكون مكرها، لأن الإكراه عنده يمنع التكليف. تعلقا يعني المتعلق تعلقا معنويا قبل وجوده. يعني إيه متعلق تعلق معنوي قبل وجوده؟ يعني على أساس أنه متى وجد المكلف مستكملا لأركان وشروط التكليف صار الخطاب متعلقا به بالفعل. يعني المتعلق تعلقا معنويا يعني الذي يصلح أن يكون بعد ذلك متعلقا بالفعل. يعني إيه؟ يعني قيل لك قبل أن تولد أقيم الصلاة، ثم بعد ذلك حضرتك لما بلغت وكنت ذاكرا وكنت عاقلا تعلق بك الخطاب، لكن قبل أن توجد هو متعلق بك تعلقا معنويا، على معنى أنك متى بلغت الحالة التي تكلف فيها صار متعلقا بك. يبقى ده معنى التعلق الإيه المعنوي. قال قبل وجوده، يعني قبل وجود المكلف، وكذا قبل البعثة، وكذا بعد وجود المكلف ولكن غير مستجمع لشرائط التكليف. يبقى قبل وجوده أو قبل وجود شرائط التكليف له، يعني هو موجود ولكن شروط التكليف لم تستجمع في حقه. وتنجيزيا يعني ويتعلق تعلقا تنجيزيا، وهو التعلق بالفعل، ولا يحصل إلا بعد وجود المكلف مستجمعا لشرائط التكليف. وتنجيزيا بعد وجوده، يعني بعد وجود المكلف، بعد البعثة أي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإرساله بالأحكام. لماذا؟ قال إذ لا حكم قبلها، يعني إذ لا حكم موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا كلمة زايدة هون. لا لا، ارميها في الزبالة. تخييري في اسم حاجة اسمه تعلق تخييري، ودي في أنهي نسخة؟ الطبعة كان، شوف كده الطبعة ما غيرهاش، وأنا قايله غيرها شيلها، لأنها ما فيش حاجة اسمه تخييري. إيه تخييري؟ لكن أنت لو قرأت هتلاقيه هو مركب النسخة دي من عدة نسخ. فتخييريا بص اقرأ حتى كمان تحت يا مولانا أقول لك إيه، سقط من زاي ومين، ده أنت أصلا المفروض أصلا ما كنتش حطتها. طب اقرأ كده وتنجيزيا فين حشيتها، يقول لك سقط من صاد. فزي ما تقول ان تنجيزيا
واخد بالك حر يعني كأنها تقدمت على مكانها تخيريا تقدمت على مكانها. فهي تخيريا ديت اصلا خطأ بل خطيئة، لأن ما عندناش في الأصول حاجة اسمه التعلق التخييري. يعني بقى التعلق التخييري؟ يعني إن شئت أنت حضرتك إنشاء الخطاب يتعلق بيك أو ما يتعلقش براحتك زي ما هو عايز. كلام السليم. بالاقتضاء، الاقتضاء اللي هو الطلب، والطلب يعني معنى قائم بالنفس يدرك بالبداهة، يعني لا يحتاج إلى تفسير وإلى تعريف وإلى وإلى وإلى، لأن الطلب بدهي يعرفه كل أحد. لماذا؟ لأن ما من أحد إلا وقد قام في نفسه إرادة للسقيا، فقال لعبده أو قال لزوجته أو قال لصديقه اسقني، بعد قيام الطلب في نفسه. فالطلب أمر يعني معلوم لكل أحد، أي الطلب جازما أو غير جازم، أو التخيير يعني متعلق بالاقتضاء أو متعلق بالتخيير، يعني التخيير بين الفعل وبين الترك. قال: وهذا هو الحكم الإنشائي المتعارف عند الأصوليين. عند وهذا هو الحكم الإنشائي نقرأها في المرة القادمة، ونقف عند ذلك القدر سائلين المولى الكريم أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العالم.